أنا الهدف الأساسي لتواجد الهيئة هو العمل على تأمين التمويل للأفراد، لجميع أفراد المجتمع بما فيهم ذوي الدخل المحدود، من خلال تأمين قروض طويلة الأجال بفوائد مخفضة تساعدهم على تأمين عقار لهم خلال هذه الفترة. الهيئة تقوم بالإشراف والرقابة على عمل الخبراء. نحن نعمل على تدريب قبل أن يصبح خبيرا، لابد أن يخضع المتدرب لسنتين من التدريب لدى أحد خبراء التقييم العقاري، ثم يخضع لامتحان بالمواد والمعتمدة من قبل لجان الإشراف على الامتحان والتي تخص عمله، والتي يجب على الخبير أن يكون على اطلاع بها.